خالد مرحب 26 3 ابو ضاري. شنو المكان ده يا ابو ضاري؟ بما انك صلاح الدين الله يعني صلاح الدين الايوبي شاف هالمكان، هو اللي بنى. هذه اذا صارت هد صارت يعني غزوه او حرب على مصر على القاهره ايه يدافعون طبعا، اذا يقدرون يردون الجيش ردوه، ايه اذا ما يقدرون والله كبيره. الشعب المصري كله كان يدخل هني داخل اللي شعب القاهره. عجيب. عشان هالسبب هذا كانت ترى بالكيلوات كبيره هي. ترى هذه بعد يمكن جزء منها. اي كانت القمه هذه. ايه كل انتباه واحد. عجيب والله عجيب. بس ضخمه يعني، تكلم عن منطقه كبر نص جهره. والله الناس قبل مو هالكثر. هلا ابو خالد. بس كانوا شنو ينتقلون كلهم داخل، يبقى الجيش يدافع. معناته بنيت على مدى سنين طويله. ايه. انه بصراحه مكان ضخم، اماكن القتال. لا شوف بعد شوي بس كان في مساجد داخل. كل واحد يبني قصر. ايه. يبني مسجد. عجيب. كل حاكم من مصر. ايه. يبني قصر داخل يبني مسجد. عجيب. ترى كبيره هي بروحها كبر جهره يعني. ضخمة. راح نصور داخل بعد شوي. يوم وليله. ايه. اضيف له معناته عشرات السنين. يضاف له مناطق الى صارت. شوف اللي عجيب. ايه. هذا معناته الشارع هذا شاقينه بالنص. هذا السلام.